إذا فعل الجيل الجديد ما فعلناه في الأجيال الماضية أيضا لم يحقق شيئا. نتحدث عن ضرورة النهوض ولا نعمل لها. نتحدث عن ضرورة العودة إلى القيم الحضارية التي نحتاج إليها من أجل النهوض ولا نعمل بذلك. التخصص دون تفوق لا يكفي من أجل النهوض، فالجيل الجديد أول واجباته أن يتفوق في تخصصاته. كلنا نعلم بأن حفظ القرآن جميل، ولكن أجمل من حفظ القرآن التخلق بالقرآن. إذا هذه منهجية هي موجودة عندنا، نعملها ونصنعها في كل مجال من مجالات عملنا، فنحن في كل مجال نستطيع كذلك أن ننظر كيف يمكن أن نترجم هذه القيم في مجال العمل، وسيكون في ذلك سباقين، ويكون هناك كثير من مجالات الإبداع. موضوع هو أن الإعلام البديل خاصة الفيسبوك بات يشكل قوة ضغط، وبات يساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل المشهد السياسي. هناك قضايا كانت مخفية بشكل كبير، الإعلام الآن كشفها وبرز يعني المساوئ ديالها. بحال مثلا قضية البوعزيزي في تونس، يعني قضية واحدة كانت بشكل بسيط بسبب الصور وبسبب ما نشر في الفيسبوك وبسبب الضجة اللي قامت ثورة على والله كانت هذه أمسية جيدة جدا مع الشباب عموما، ولكن الذي أتاحها ملتقى الحضارات. أريد الواقع أن أتحدث عن هذه الفكرة بصورة خاصة. ملتقى الحضارات هو الواقع، الشيء الذي نحتاج إليه في الوقت الحاضر، لأن الصراع الحضاري كما طرحه على سبيل المثال هينغتون لا يمكن إلا أن يدمر الإنسان ويدمر البشرية في عصرنا هذا. إنما نحن لا ننطلق إلا من أن الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، وهو شعار أيضا ملتقى الحضارات لتعارفوا. فالواقع أن ملتقى الحضارات فكرة أرجو الله عز وجل أن تمتد وتنتشر، وأن يستفيد منها أهل هذه البلاد وأهلنا في كل مكان والإنسان بشكل عام. هذا اللقاء مقدمة لكل اللقاءات التي ستعالج هذه السنة إن شاء الله النهوض أو جيل النهوض الحضاري. وكما لاحظ الجميع أن هذا اللقاء كان مدخلا حقيقة ومقدمة للقاءات المقبلة التي ستكون في الشهور المقبلة. وأحب أن أؤكد بأن الشباب هم الأصل في النهوض في أي حضارة من الحضارات، ونحن كما قلنا نمد أيدينا لكل من يريد أن يتلاقى معنا للمعروف بالنسبة لهذه البشرية في العصر الذي نعيش فيه وفي الظروف التي نجتازها، والتي فيه حقيقة تعطش لكي نطرح البديل الذي يأخذ الإنسان كغاية
من كل عمل من هذه الأعمال الطيبة التي الآن كل الوسائل التي هي بين أيدينا نستطيع أن نستغلها لخدمة الإنسان كل إنسان. وجزاكم الله. Today we had an event about youth and how we can have this revival of the values for youth. We have to take our values and try to implement them in our actual context and make the most of them because they are still valuable, and we could meet other people and try to share who share with us the same beliefs in values, who share the same ideas about peace, about love, about spreading good things, and try to gather as much as we can those people of good will who could help us build a new and better world, and we could all together as the crossroads of civilizations attempts to do to build a global network that connects all people who intend to do good in humanity. Thank you very much.